مدرسة المجتمع الابتدائية الإعدادية الثانوية الخاصة للبنات، إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واعٍ متحضراً محافظاً على أخلاقه وقيمه ومستخدماً للتكنولوجيا الحديثة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بناتي حبيباتي طالبات صف 11، أهلا بكم ومرحبا مع الجزء الثاني من درسنا جوامع الخيرين، القيمة الأسبوعية عن عائشة رضي الله عنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هكذا تعلمنا من نبينا صلى الله عليه وسلم. التهيئة: قد أخذنا في الجزء الأول من الدرس تعريف براوي الحديث وهو أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني. نشأ في اليمن وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سنة 7 هجرية. سمعي الحديث من حفظك، هيا ارفعي صوتك بالحديث وسمعيه. اقرأي معي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أما عن تفسير كلمة كربة أي المشقة والشدة، وكلمة محسن أي مستدين لا يستطيع السداد. أتوقع منك في نهاية هذه الحصة أن تعددي صور تفريج الشدائد والتيسير على المعسرين، توضحي المقصود بقوله من ستر والله في عون العبد. نستنبط قيمة الإنسان من الحديث. هدفنا الأول: نعدد صور تفريج الشدائد والتيسير على المعسرين. القيمة الأولى: تفريج الشدائد وإزالة الهموم عن المسلمين. صور الشدائد وإزالة الهموم. والقيمة الثانية: التيسير على المعسرين. استنبطي من الصور الآتية صور تفريج الشدائد وإزالة الهموم عن المسلمين. نزيل الشدائد والهموم عن المسلمين بإعطاء المال للمحتاج، الدعم النفسي، تيسير المعاملات، تيسير الزواج. هيا استمعي معي إلى هذا الموقف. دخلت في مشروع وفشل، مما وقع على عاتقي الكثير من الديون، وليس لدي القدرة على الإنفاق على أبنائي. هذا صورة من صور تفريج الشدائد وإزالة الهموم بإعطاء المال للمحتاج. فبعض الناس تكون كربهم بالديون الكثيرة أو بعدم القدرة على توفير مصاريف الحياة، وعند تقديم المال لهم فإن هذا فيه تنفيس لكربتهم وتخفيف لآلامهم. موقف آخر: توفي ولدي فلذة كبدي وهو يبلغ من العمر 15 عاما. الدعم النفسي، هذه صورة أخرى من صور تفريج الشدائد والهموم. فالإنسان يمر في حياته بكثير من الآلام والضغوط النفسية، وواجب المؤمن على أخيه المؤمن أن يواسيه ويخفف عنه ويحسن الاستماع إليه ويشعره بالاهتمام، وأن يقدم له النصائح والمواساة التي تريح قلبه وتزيل همه. الموقف الثالث: عندي معاملة لإتمام بناء البيت ولكني مريض وليس لدي القدرة على إنهاء هذه المعاملة أو السعي خلف الإجراءات. هذه صورة أخرى من صور تفريج الهموم بتيسير المعاملات. فبعض الناس لا يستطيعون متابعة معاملة بأنفسهم ربما لظروف صحية أو غير ذلك، ومن الممكن متابعة هذه المعاملات وتيسيرها فيما لا يضر الصالح العام ولا يؤذي الآخرين ولا يغضب الله تعالى. أريد الزواج، ولكن كلما تقدمت لأحد يكسر علي أهل العروس بالطلبات ويرفع المهر، مما
يصعب علي ذلك لمتوسط دخلي. هذه صورة من صور تفريج الشدائد والهموم وهو تيسير الزواج. فعندما يكون ولي أمر المخطوبة سهلا في تعامله ولا يبالغ في طلباته، فإنه بذلك يفرج على الشاب الذي يريد الزواج بابنته ويعينه على بدء حياة زوجية وتأسيس أسرة صالحة لمجتمع صالح. هيا افتحي حبيبتي كتابك وأجيبي عن هذا السؤال. لتفريج الكرب والهموم صور كثيرة، أذكري أربعة منها. أما القيمة الثانية فهي التيسير على المعسرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مساعدة الناس والتجاوز عن المعسرين. بماذا؟ بالعفو عن ديونهم، أو بالتجاوز عن شيء منها، أو بإهمال أصحابها فترة زمنية، إحقاقا لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. بما وعد الرسول صلى الله عليه وسلم بمن اتصف بهذه الصفة التيسير على المعسرين؟ وعده الله عز وجل أن ييسر الله عنه في الدنيا والآخرة. افتحي كتابك وهيا بنا نجيب عن هذا النشاط. اقرأ الأحاديث النبوية الشريفة الآتية ثم استنتجي واكتبي ثواب التيسير على المعسرين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن تستجاب دعوته وتكشف قربته فليفرج عن معسرين. ما ثواب التيسير على المعسرين من خلال في مثل هذا الحديث؟ هو استجابة الدعوة وكشف الكربة. عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا كان له بكل يوم صدقة، والثواب هو كأنه أخرج صدقة عن كل يوم فيه ينتظر على المعسر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر على معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظل عرشه يوم القيامة. المنزلين على المعسرين يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة. هدفنا الثاني، نوضح معنى من ستر مسلما والله في عون العبد. شاهدي هذا المقطع معي. أحد السلف الصالح رأى رجلا سكرانا يهدي في الشوارع، هذا عالم من العلماء، شاف له واحد في الشارع سكران، يقول فأخذه من يده وأدخله بيته وأجلسه في الغرفة وجعله ينام الليل كله عنده عشان يرد عقله، وفي الصباح قام فعلم أنه كان سكرانا، وأخذ العالم الشيخ الجليل أخذ بيده وأدخله إلى البيت وستر عليه. قال: لما فعلت هذا؟ قال: خفت أن يراك الناس فيفتضح أمرك، أردت أن أستر عليك ليستر الله عليك. فبكى الرجل وأعلن توبته لله عز وجل. من ستر مسلما ستر بالله. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالستر وحذرنا من الفضيحة وأذية الآخرين. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. وعلى ذلك يكون حق المسلم على أخيه المسلم إذا أذنب ذنبا أن ينصحه ويعينه على ترك المنكر ويتوب عن ذنبه ولا يفضحه بين الناس. سؤال: استنبطي حق من حقوق المسلم على المسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم. والإجابة: إذا أذنب المسلم
أو أخطأ يجب علينا أن ننصحه ونعينه على ترك المنكر والتوبة من الذنب ولا نفضحه بين الناس. أتأسى. مر أبو الدرداء رضي الله عنه على رجل قد أصاب ذنبا وكانوا يسبونه، فقال: أرأيتم لو وجدتموه في قليب ويقصد به البئر، ألم تكونوا تستخرجونه؟ قالوا: بلى. قال: فلا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم. قالوا: أفلا نبغضه؟ قال: إنما أبغض عمله، فإذا ترك فهو أخي. هكذا كانوا آباؤنا. القيمة الرابعة: إعانة الناس. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان عونا للناس فإن الله تعالى يكون في عونه أينما حل وذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمنين. كسوت عورته وأشبعت جوعته أو قضيت له حاجة. وقد فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه القيمة العظيمة، فلم يحصروا الإحسان في العبادة والزهد والاعتكاف، بل جعلوا إعانة الناس والمشي في حوائجهم وقضاء احتياجاتهم خير من أداء النوافل. أتأسى. يروى أن ابن عباس رضي الله عنه كان معتكفا في المسجد النبوي، فجاءه رجل يستعين به على حاجة له فخرج معه، فقال له: كيف تخرج من المعتكف؟ فقال: لئن أخرج في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا. هؤلاء آباؤنا. هيا افتحي كتابك وأجيبي عن هذا النشاط وهو مهم. أذكري 4 مجالات خيرية يمكن إعانة الناس فيها: حفر الآبار، إعانة الغارمين، المنح الدراسية، كفالة اليتيم، وغيرها من أبواب الخير. هدفنا الثالث: نستنبط قيمة الإنسان من الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. القيمة الخامسة هي طلب العلم. جزاء من سلك طريق العلم وصل إلى الجنة من أقرب الطرق وأسهلها، على ما يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على علو مكانة العلم وعظم أجره وثوابه. سؤال: كيف نسلك طريق العلم هذا؟ نسلكه إما بالسلوك الحقيقي بالمشي إلى أماكن التعلم، المدارس والجامعات والمساجد وغيرها من أماكن العلم، أو السلوك المعنوي مثل حفظ العلم، دراسة العلم، البحث والتفكير والكتابة والمذاكرة. هكذا يكون السلوك المعنوي. سؤال: ما دلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علمان؟ يدل على علو مكانة العلم وعظم أجره وثوابه. هيا نشاهد معا هذا المقطع حتى نستنبط منه فضائل مجالس الذكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة. الله جل وعلا له ملائكة سيارة فضلا، يتتبعون مجالس الذكر، يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم، حف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، يملؤون إلين السماء الدنيا بهذه الأجنحة العظيمة. فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ الله أعلم بحالهم وأعلم ويعلم من أين جاءوا، من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض، يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. نسأل الله من فضله، الله يجعلنا منهم يا رب. قال الله جل وعلا:
وماذا يسألونني؟ قالوا يسألونك جنتك. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك جنتك. قالوا هل رأوا جنتي؟ قالوا لا. أي رب، لا لم يروا هذه الجنة. قال فكيف لو رأوها؟ لو رأوها كيف سيفعلون إذن؟ قالوا ويستجيرونك. قال ومما يستجيرونني؟ قال من نارك يا رب. اللهم إنا نستجيرك من النار، اللهم إنا نستجيرك من النار، اللهم إنا نستجيرك من النار. قال الله وهل رأوا ناري؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. قالوا ويستغفرونك. قال فيقول الله قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال فيقولون ربي ربي فيهم فلان عبد خطاء، عبد خطاء لديه ذنوب كثيرة صيغة مبالغة، عبد خطاء إنما مر فجلس معهم، أي عابر سبيل لم يقصد هذا المجلس، إنما مر فجلس معهم. قال فيقول الله وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ما هو فضل الاجتماع في بيوت الله لمدرسة القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره وتدبره كما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان ذلك سببا في صفاء القلب بنور القرآن وذهاب ظلمة شمول رحمة الله تعالى لأهل المجلس، نزول الملائكة عليهم محبة وتعظيما لصنيعهم، ثناء الله تعالى عليهم ومباهاته الملائكة بهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذه هي القيمة السابعة، قيمة الإنسان بعمله لا بنسبه. ختم النبي صلى الله عليه وسلم حديثه بأن تلك البشارات العظيمة لا تنال إلا بجد المرء واجتهاده، فلا يتكل المرء على شرفه أو نسبه. ميزان التفاضل عند الله تعالى هو التقوى والعمل الصالح، وقد عرفنا ذلك من قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هيا بنا نستنتج الدروس المستفادة من الحديث. إعانة الضعيف والمحتاج ورفع الشدة عن الناس قدر الاستطاعة، التيسير على المعسرين والسماحة معهم، الستر والنصيحة أفضل من التشهير والفضيحة، طلب العلم والاجتهاد في تحصيله. وصلنا إلى نهاية درسنا. حبيبتي اكتبي معي هذه الأسئلة وأجيبي عنها في كراستك. ما هو ميزان التفاضل عند الله تعالى؟ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما؟ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله؟ وصلنا إلى نهاية درسنا، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وإلى اللقاء في دروس قادمة بإذن الله تعالى، دمتم بخير.